لأني والله أبغى صحتكم تضبط. شوف يوميا أو يوم يوم لا، يعني زنجبيل وليمون ونعناع، طبعا بدون سكر، طبعا حتى بدون محليات. أنت تعرف أن هارفارد عندما تكلمت عن الليمون، أصل الليمون، قالت هل هذا منطقي؟ ثم أجابت هذا ليس فقط منطقي بل يجب أن نفعله يوميا، وقالت أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تحمينا من الالتهابات والأمراض المزمنة. النعناع سمت هارفارد في موقعها الرسمي أولد، يعني دواء قديم. طبعا ذكرت هارفارد أيضا أنه في دراسات أعدت على الحيوانات وليس على الإنسان له دور في علاج تبطئة أو الحماية من بعض السرطانات. أما الزنجبيل فهارفارد نفسها ذكرت بأنه يعمل ديتوكس أو تطهير لأجسامنا. طبعا ذكرت في سياق الكركم والقرفة، وقالت الموضوع ابدأ الطعام أو الدايت اللي يكفيك ويمنعك من الالتهابات. إيش الفائدة أننا نمتنع من الالتهابات؟ الأمراض أساسها التهاب، السكر التهاب، الضغط التهاب، الجلطات التهاب، الدموية مشكلاتها تكون التهاب وإلى آخره إلى آخره. إذا قضيت على الالتهاب فأنت بخير. بل ذكروا الزنجبيل هذا مع اللي هو هارفارد مع الكركم في سياق أنه يقلل من الإنزال اللي هو بالعربي إيش؟ التوتر. أنا ما قلت احذب علاجاتك، لا لا لا، اجعل غذائك صحي، علاجاتك لا توقفها إلا بأمر طبيبك. هذا كوب زنجبيل وليمون ونعناع. نصيحتي والله يا أخي لازم يوميا أو كل يومين لازم شاهي أخضر، قرفة، زنجبيل، ليمون، نعناع، لازم تنظف جسمك، لازم تقوي مناعتك. لا، مليان مضاد أكسدة، هذا مضاد التهابات. أدري إن بعض الناس لا يؤمن بذلك لأن الأمر جديد عليه أو خافي عليه، لذلك بحط لكم الروابط تحت. سلام، ويا رب إن قلنا شيء مفيد. قولوا أمين. أسأل الله يوفقنا وياكم.